السلام عليكم، اهلا فيكم. فيديو جديد. طبعا قبل اليوم نزلت السوفتوير الجديد اللي هو 12.4 النسخة التجريبية الثالثة. كنت انتظرها من 4 أيام تقريبا، لأنها صارت في مشاكل كثيرة عندي في النسخة الثانية، قصدي اللي هي 12.4 النسخة الثانية، والحمد لله نزلت قبل النسخة هذه، وهذا نحددها معاكم وراح نشوف الميزات اللي نزلت فيها، وخلوكم معنا. رجعنا معاكم الحين بعد ما حدثنا الجهاز الإصدار الجديد. طبعا حدثت لأني كنت برا، فحدثت برا نشوف التحديثات الجديدة. طبعا خلنا نشبك أول شيء على الشبكة القوية عشان نكمل معاكم المشاكل اللي صارت في الجهاز. الإصدار الجديد الحين هذا الرقم حقه اللي نتغير، صار 16G5038D، كان أول 16G5027i، فصار دي الحين. هذا اللي تغير فيه. لو ننزل تحت نشوف المودم، المودم كان عندنا 1.0601، الحين 1.0602. الحمد لله غيروه، الحمد لله. لأن لو بقول لكم الإصدار اللي هو كان 12.4 الإصدار الثاني كان من أسوأ الإصدارات عندي في الشبكة، الحمد لله إنه غيروه، يعني حسوا إنه في مشاكل، توهقت فيه. أوكي في الوايرلس كويس، لكن في الشريحة ما أقدر حتى أكلم مكالمة فيديو فيس تايم كاملة، يعني في 5 دقايق بدون ما يقطع، الجهاز يقطع. يعني تخيلت إني جلست شبكة على شبكة 2G في السعودية أو 3G، طلعي LTE بس، وأحيانا الشبكة فول لكن يقطع، ما أدري ليش. في السعودية يعني كلمت واحد البداية قلت له الانترنت حقك بطيء انت، لكن حتى اكلم هنا الشباب يعني 5 أشخاص كلمتهم كلهم الانترنت حقهم يقطع، فخلاص اعترفت ان الانترنت مني مو منهم. فالحمد لله حدثوا، وراح اشوف معاكم هل راح يكون النسخة التجريبية الثالثة كويسة ولا كويسة، وراح نشوف يعني قدام. طبعا لا تاخذون النسخة الثانية او النسخة الثالثة اللي نزلت ان هي اللي بتكون الرئيسية، اللي بتنزل حق الكل راح تكون افضل بكثير من النسخ، لكن كاشكال او كميزات نزلت فيها، ما نزلت فيها ميزات، ما في اي ميزة جديدة، ما في اي شيء. بحثت فتحت الانترنت ما في اي شيء جديد. فلو بنشوف معاكم نفتح تحقيق من البدايه، نشوف حق السي بي كيف قوه المعالج. خلصنا هنا اداء المعالج، نشوف اداء كرت الرسوميات اللي في الجهاز، نرجع معاكم بعد ما يخلص. رجعنا معاكم الحين بعد ما خلص، نرجع الحين ونشيك معاكم الاداء من هنا او الهيستوري قصدي. نخش هذا النسخه الاولى، النسخه الثانيه، النسخه الثالثه حق 12.4. لو بنشوف النسخه الثانيه كان السنجل كور 4813، الحين 4760، ما في فرق يعتبر. 11395 للمالتي كور، الحين 11238، برضو ما يعتبر في فرق. فهذا حق المعالج. هنا حق كرت الرسوميات كان 21117، الحين صار 20752، فبرضو ما في فرق، يعني شيء بسيط. لو بنشوف الحين المشكله اللي كانت عندي في سبيد تيست او في الشبكه، يعني نشيك على الوايرلس. الوايرلس طبعا ما كان عندي في فرق كبير، ما راح اهتم بالوايرلس، انا بهتم بالشبكه او بالشريحة. يعني الوايرلس يعتبر عندي ممتاز، حتى كان من قبل ممتاز، اذا كنت اكلم اي شخص على الفيس تايم على الوايرلس يكون ممتاز، لكن على الشبكة يقطع. مثل ما نشوف الحين يعتبر ممتاز، الرفع 88 والتنزيل برضه 88 ممتاز. لو بنشيك الحين على الانترنت، هذه المشكلة اللي عندي. طبعا ما اتوقع اني راح اضمنها لكم الحين بالضبط، لازم استخدمها مدة اسبوع مثل ما استخدمتها من قبل، ما كانت واضحة عندي. كان الحين بجرب معاكم الجهازين. هذا الجهاز عليه السوفتوير 12.3.1، هنا توني محدثها النسخة الأخيرة، فبشيك عليهم اثنين الحين. طفي الوايرلس، شغل الشبكة، انتقل البرنامج سبيد تيست، هذا اثنين الحين على نفس الشبكة ونفس الشريحة AT&T، فنفس المشغل. باقي الشبكة يعتبر الحين هنا أقوى، ما في فرق، يعني البار واحد ما يفرق، لكن نشوف الحين نضغط الحين 1 2 3، توقع واضح نفس المشغل، نفس كل شيء، نفس إعدادات الجهاز، بس ما أدري إيش السالفة. توقع لأنه يمكن البورج اللي شبك عليه هنا، التنزيل هنا 123، الرفع 18، هنا التنزيل 34 معطيني في النسخة الجديدة أو البيتا النسخة التجريبية. هنا الرسمية اللي موجودة عندكم شو الفرق كيف؟ ما أدري هل أقدر أغير، خلي أحذف هذه بداية، نحذف برضو هذه. فلو أقدر أغير أحطها مثلا على نفس الشبكة اللي شابك هنا، نجرب مرة ثانية، 1 2 3، هنا المشكلة أتوقع أن المزود أو اللي شابك عليه غير. يعني ما يحتاج اتكلم كثير، باين الفرق. يعني التحميل هنا 164 في النسخه اللي موجوده للكل الحين 12.3.1، هنا 12.4 شوفوا كيف، يعني المشكله ما عدلوها. نجرب نحذفها برضو، نمشي معاكم الحين كامل، نجرب نسوي رفرش لحق الشبكه. يعني طيب اشتغلت اثنين الحين، نروح هنا نضغط بدء، ندور على الخادم. اوكي شبكه العدالس هنا، شوف الخادم اللي شبك عليه هنا شنو، نفس الخادم اللي شبك عليه قبل شوي، علق اصلا هنا. فمثل ما تشوفون نفس المشكلة، والحمد لله ان النسخة التجريبية الان. راح نكمل معاكم نشوف النسخة التجريبية الثانية، يعني 100% ما راح ينزل العام من نفس المشكلة دي. شوفوا العام عندكم كيف نازل ممتاز،
لكن هنا نسخة تجريبية كيف المشكلة فيها. فإن شاء الله ما تنزل العام إلا مضبوطة، ونروح نشوف النسخة التجريبية الرابعة إذا نزلوها، إذا بنزلوها نزلوها في الأسبوع هذا ما أدري يعني قبل المؤتمر، أظن المؤتمر باقي عليه أقل من أسبوع. فبس ما يحتاج أصلا أوريكم الكمبيرة والمقارنة بينه وبين النسخة اللي قبل. فالمشكلة الآن موجودة، ما أنصح أي أحد يستخدمه، اللي هو النسخة التجريبية 12.4. النسخة التجريبية مش لنزلت العامة، لا العامة راح تختلف لازم. فالآن نسخة تجريبية، لا حد يجيب العيد يخش ويبحث في الانترنت كيف يحمل النسخة التجريبية، لأنه بيتوهق على الانترنت مثل ما أنا متوهق الحين. فالجهاز حقي ما راح استخدمه ده، راح استخدم جهاز ثاني مثلا هذا 10R، أو استخدم أي جهاز ثاني عادي. ما أن عندي جهاز ثاني ما راح أتوهق على الجهاز، يتم ذلك أني أحدثون عادي. فإذا كان عندك جهاز رسمي لا تتوهق، تخلك مش على العامة ولا تجيب العيد. طيب الحين عرفنا كيف نغير الخادم، فهنا الخادم هنا دلس، نضغط هنا ونحط دلس نفس الخادم هنا كذا الحين. هنا سبرنت. طيب خلنا نخلي دلس سبرنت نفسه عشان نتأكد، نخلينا نفسه بالضبط. أو ليش ما نغير هنا نخليهم اثنين نفس الشيء. طيب هذا اثنين من نفس الخادم كذا، لازم يكونون السرعة نفس الشيء وانهم نفس الشبكة زي ما قلت لكم. هذه AT&T برضه هنا AT&T. طيب الحين نضغط ونشوف الحين السرعة كيف. ممتاز، يعني الحين صار السوفتوير هذا البيتا 12.4 افضل من 12.3.1 مثل ما نشوف. فحلو الحين في تغيير الحمد لله، في التحديث لحق المودم فاد الحين. بس حلو الحين الحركه، هذا 12.3.1 هذا 12.4 ده النسخه التجريبيه، وهذا موجود الحين العام. وبس في نهايه الفيديو تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.